لا هي أفطرت، تقول أنها شعرت بدوخة وتعب مما اضطرها إلى الفطر. نعم، إذا كانت هذه الدوخة وهذا التعب وهذا الإعياء مما يجيز، وهو في كثير منه يجيز الفطر، فهي لا 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 تتندم هنا وتتحسر، تشعر بعقدة الذنب، والله عز وجل قد فرج لها، هذه رخصة من الله عز وجل، كيف نجعلها عذاب وعقوبة وألم نفسي؟ جميل جميل. هذا غير جيد. فإذا كانت أحست بإعياء وأحيانا تحس بنوع من الدوار، هذا مما يبيح الفطر. هذا يقع أحيانا بسبب اعتلال في وظائف الأعضاء، ثم يصاحبه نقص في المياه والسكريات وبقية المواد المغذية، فيؤدي بالإنسان إلى هذا الإعياء الشديد. ليس فقط مجرد إرهاق، هذا يصيب الصائم عادي، يعني أن تفرق بين الصائم وبين غير الصائم، لكن هذا يصيب أحيانا نوع من الدوار، يحس أن الدنيا تدور به بسبب حالة من الجوع أو حالة من العطش أو الجفاف الذي يصيب الإنسان. إذا بلغ هذه الحالة أو الجفاف الشديد، فما يرخص له أن يفطر فيه، لا حرج عليه في ذلك. وبعض العلماء كالشاطبي وابن عبد السلام رحمة الله تعالى عليهم يقيسونها على المشاق الموجودة في السفر، المشاق طبعا الغالبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا سافر وهو في حر مثلا، أو حر نصف حر أو بعض حر، يصيبه جفاف شديد، يصيبه، فالله عز وجل أباح له الفطر لأجل مشاق السفر. وإن كان الصحيح أنها حكمة وليست علة، بمعنى أن حتى لو لم يكن عندك مشقة فيجوز لك أن تفطر على الصحيح، لكن العلماء يأخذون من الحكم التي تستكن في الأحكام الشرعية للقياس عليها في الأحكام التي يرخص فيها حتى في حال الإنسان إذا كان مقيما حاضرا. وهذه من مسالك العلماء في مسألة الحرج والمشقة التي تلحق الإنسان، بعض المسالك التي تسلك بهذا، لكن الأقرب أن الحرج هي مسألة مختلفة باختلاف الأشخاص. بعض الناس جسده قوي وحاله قوية وحتى حالة النفسية قوية، وبعض الناس ينهار عند أدنى إعياء، ينهار حتى نفسيا. فالأقرب أن الإنسان هو من يقدر الحرج الذي يلحقه في هذا. يعني بعض الناس سيأتي ويجعل نفسه وكيلا على دين الناس، كيف تقولون هذا للناس؟ وبعض الناس سيفطر ويعبث. يا أخي الذي سيفطر ويعبث ليس فيه دين ولا محبة لله والرسول صلى الله عليه وسلم، لن يسأل عنك ولا عن فتاواك، سوف يفطر في أي مكان، وسوف يفطر في أي مكان خفي. فالذي يسأل عن هذه المسائل هو إنسان حريص على دينه، حريص على استقامته، يعلم أنه سيلقى الله عز وجل. فإذا وكلناه إلى تقديره فنحن وكلناه إلى قواعد الشريعة. وهذا قد نص عليه الشاطبي وفصلته في أجوبة أخرى حتى لا أطيل، وأن الإنسان في مسألة الحرج والمشقة فقيه نفسه، هكذا نص الإمام الشاطبي رحمه الله. فحتى أنه ذكر الاختلاف الأبدان واختلاف النفسيات، النفس مقدار تحمل، ليست النفسيات اللي يعبر بها الناس كلمة نفسية، لا، اللي هي المزاجية. أنا ما أعني هذا، النفس وقدرته على التحمل غير البدن. البدن هذا في الغالب يكون مقيس، ويعرفون الأطباء أن الإنسان يتضرر أو أنه يصيبه إعياء شديد بسببه. والثالثة وهي العجيبة أيضا، القوة الإيمانية عند الشاطبي رحمه الله. قوة الإيمان لها أثرها في التحمل، وهذا نعم، وهذا من يسر الشريعة. يعني قد يتحمل الإنسان وهو يكون أقل بدن لكنه أقوى إيمان، ما لا يتحمله الشخص الآخر. يا أخي دع الناس وما يدينون، أنا أتخلف فيما بينه وبين الله عز وجل. وهذه يفصلها تماما عن الفطر أمام الناس، وعن الفطر عن دور المحتسب في المعاصي ومؤاخذة الناس على ترك الطاعات والعبادات. يتعامل بموازين مختلفة عن تعامل التعبد. فأنت حين تفتيه تقول أنت فقيه نفسك، لكن حين يتعامل معه القاضي أو المحتسب في الوظيفة الرسمية فإنه ينظر هل مثله يقع، يعني يحتاج إلى مثل هذه الرخصة أم لا. فإذا كان يحتاج إليها كف عنه، وإذا كان الأمر مشكلا كف عنه، لا يستطيع أن يقدرها المحتسب في مسائل مشكلة، ولا يحاسبه إلا على المسائل الظاهرة جدا، ليس عنده أي سبب للفطر وليس عنده أي شيء حتى مشكل للفطر. فهنا يتعامل المحتسب بطريقة، وكذلك القاضي بطريقة، تختلف تماما عما يتعامل به المفتي والمتعبد لنفسه. وعدم التفريق بين هذين المقامين حمل الناس أوزار وأعباء، حتى قال محمد رشيد رضا رحمه الله إن حمل المجتهد أو المفتي حمل الناس على طاقته وقدرته هذا
تنفير من الدين معنى كلام. يعني معنى يقول أنا أتحمل أن أفطر أن أصوم عفوا أو أتحمل أن أقوم بهذه العبادة، فيأتي ويفتي الناس بما لا يتحملونه وهو ينسبهم إلى نفسه هو، وهذا غير صحيح. فإذا قال أنا لا أستطيع فليس عليه أن يناقشه ولا أن 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 يوبخه، أن تقدر، أن تشاب، أن تستطيع. يا أخي جاء ووكلك ووكل دينه إليك واستفتاك، فهذا الأصل فيه الصدق والأمانة. ومن أراد العبث وأراد التزين عند الناس بالفتوى فهذا لا يضر المفتي ولا يضر أيضا الصالح العابد القانت في هذه المسألة. الله جزاك الله خير. لو أردنا أن نلخص الجواب حتى أختنا أمة الله مات ما نقول ليس عليها شيء، يعني ما دام وصلت إلى ذمتها بريئة. نعم، ما دام وصلت إلى حد الإعياء. الإعياء ترى الإعياء ليس التعب، الإعياء هو قرب الدوار يعني. أو كان عندها تعب ومرهق بحيث لا تتحمل هذا في وقتها بسبب امتحانات أو شيء آخر، فلا شيء عليها. وما دامت قضت فذمتها بريئة. إذا كانت فقط اشتهت أن تأكل ولا عطش يسير الذي يقع للصائم عادة ثم فعلت، نقول تابت، تاب الله عز وجل عليها، قضت، بريئة ذمتها والله. الحمد لله رب العالمين. أم ميس من العراق تقول إن